مشاهدينا متابعينا الكرام، احييكم باجمل تحيه مسائيه مع انطلاقه شوطنا التاسع في تعداد اشواط مسائي هذا اليوم. الشوط التاسع وهو الشوط الخاص بالاذاعه الابكار المحليات الاصايل المملوكه لاصحاب السمو الشيوخ، وبدايه الجوله الثالثه مع هذه الانطلاقات والتحديات الرائعه من هنا من ارضيه هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي. ننطلق بالصدارة، نتابع البداية وأرع جايب من قادة المجموعة بشعار هجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير، ولكن أرى التسلل والقدوم أيضا والتحديات الرائعة من شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ومتابعة علي بن راشد بن غدير من يتابع انطلاقة شواهين اللي انطلقت بالصدارة ومع المركز الثاني رهني بتصوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرط الحميري متابعا لهذا الانطلاق ومع المركز الرابع. رابع التحديات أرى التسلل من الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ومتابعة راشد بخميس الغويص بينما انطلقنا مع المركز الخامس. بأرى التحديات من مذيار، وأرى هني أيضا مستحيلة، ومن الجانب الآخر حضور جميعا بشعار هجن العاصفة وانطلاقة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. نتابع المركز الثامن، نتابع المركز الثامن وأرى القدوم من ريمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري من يتابع انطلاقة ريمة مع المركز الثامن. تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى التحديات من العزوم لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم، ومتابعة حمد بن علي العويسي، ومع المركز العاشر الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. مبارك بن سيب بن مرخان، سيب بن مبارك بن مرخان من أعلن هذا الانطلاق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، والنداء الأول الجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط مع هذا التحدي المثير مع هذا الانطلاق الرائع. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني بتصوغان على راس الحربة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومسري بن سالم بالعرطي الحميري مضمرها من أعلن هذا الانطلاق محمد، والاندفاع المتميز لبن صوغان، ولكن أرى مذيار مع المركز الثاني، وأرى عجايب تاتي ثالثا الثنتين بشعار هجن العاصفة يقدمهن الواثق حمد بن راشد بن غدير، ولكن من الجانب الآخر أيضا أرى شعار هجن العاصفة يتسلل ينطلق أيضا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع مع مستحيلة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، والقدوم مع المركز الخامس. نتابع شواهين، نتابع شواهين مع المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ومتابعة علي بن راشد بن غدير، ولكن من الجانب الآخر أرى هناك أيضا التحديات والانطلاق للشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. راشد بالخميس الغويص مضمرها، وريمة تتسلل مع المركز السادس، مع المركز السادس ريما لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري، ولكن أرى التسلل، أرى الانطلاق المثير للحضور من بدأت تتسلل مع المركز السابع بالشعار هجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة.
للمراكز المندفعة بناموس هذا الشوط. وأرى هناك من صغان بدأت تنفرد، بدأت تغادر بناموس هذا الشوط بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، وانطلاقة مسري بن سالم بالعرض الحميري. بو حمد من يتابع، من يتابع انطلاقة بن صغان وهي تنفرد مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسنج. نتابع المركز الثاني، وأرى التسلل، الهجوم والتحديات الرائعة، نتابع مستحيلة، نتابع مذيار، نتابع الانطلاق أيضا لحضور مع المركز الرابع، والجميع بشعار هجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير شواهين، تنطلق مع المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ومتابعة علي بن راشد بن غدير ريمة تنطلق مع المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري. ومع المركز السابع، المركز السابع التحديات من عجائب التابع لهجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للمراكز المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع البداية، مع المقدمة، مع بن صغان اللي بدأت تنطلق، بدأت تندفع بناموس هذا الشوط بالشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي الحميري. بو حمد من يتابع، من يتابع انطلاقة بن صغان. ولكن أرى الخطورة القادمة، الهجوم، الهجوم، الهجوم من شعار هجن العاصفة اللي بدأ يتسلل أيضا وينطلق بهذا التحدي المثير مع مستحيلة ومع مذيار. ومن الجانب الآخر أرى هناك حضور أيضا والتحديات أيضا من عجائب، جميعهم بشعار هجن العاصفة يقدمهن الواثق حمد بن راشد بن غدير. التسلل، التسلل في اللحظات الأخيرة مشاهدينا متابعين الكرام، نتابع التغيير، نتابع التغيير. وأرهني مستحيلة، مستحيلة انطلقت، انطلقت بناموس هذا الشوط في اللحظات، في اللحظات الأخيرة، في التحديات المثيرة تنطلق مستحيلة بناموس هذا الشوط. ولكن أرى القدوم أيضا التحديات القادمة من حضور، من حضور. وأرهني مذيار الكوكبة الثلاثية بشعار هجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن حضور اللي انطلقت في اللحظات الأخيرة بدأت تباعد، بدأت تباعد المسافة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المثير، على هذا العرض الرائع، وحضور اللي قفرت على مجريات هذا الشوط. تهانينا، تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مع الكوكبة الثلاثية. ولحظة وصول حضور إلى خط النهاية، المركز الثاني مذيار والمركز الثالث مستحيلة، جميعهم بشعار هجن العاصفة، المركز الرابع أيضا عجائب بشعار هجن العاصفة، والمركز الخامس بنت صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. لنا عودة مع التوقيت الزمني. هذه لحظات وصول حضور مشاهدينا متابعينا الكرام، تصل إلى خط النهاية، تأتي بتوقيت زمني مقداره 9:30 بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. تأتي أيضا مذيار 9:30 و5 من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير، ومستحيلة تصل مع المركز الثالث. تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9:30 و6 من الثانية، التهاني لهجن العاصفة، والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، ها هي انطلاقة شوطنا العاشر في مجموع الأشواط، والشوط العاشر
الخاص هنا أيضا بالإذاعة لبكار المهجنات الأصايل من هجن أصحاب